السلام عليكم، أنا الطالب علي هيثم علي، طب أسنان مرحلة أولى جامعة تكريت. بهذا الفيديو راح أرسم السكال الهومورك اللي طلبته الدكتورة ما. رح العظام الجمجمة لك، هذا البارايتال بون، هذا التيمبرال بون، وهذا السيفينويد بون، وهذا الزيكسوماتيك، وهذا الإيسوموود بون، وهذا الفومر بون، وذني الماكزيلا، وهذا الماندبل، وهذا النازال بون، وهذا الانفيريور نازال كانشه اني والفرونتال بون.